السلام عليكم، كي دايرين؟ ان شاء الله تكون اموركم كلها بخير. مبروك عواشركم بمناسبه عاشوراء. اليوم بغينا نديرو معكم مملحات. درنا معكم في الفيديو السابق مملحات في الويل، اليوم غنديرو معكم ان شاء الله مالحين، نص مالح ونص مالح وحار على حسب النكهه اللي بغيتو نتوما. مكونات اقتصاديه وفي متناول الجميع. تبعوا معايا الطريقه وان شاء الله تنجح معكم. ندوزو على بركة الله. عندنا هنا ثلاثة الفرماجات، عندنا هنايا 125 غرام ديال الزبدة لينة، معلقة كبيرة ديال الملحة، ومعلقة كبيرة ديال الثوم بودرة، ومعلقة صغيرة ديال الفلفل الأسود أو الإبزار، معلقة كبيرة ديال الخردل أو الموطار، نص كاس ديال زيت الزيتون، ياغورت مسوس أو دانون مسوس، وعندنا هنايا معلقه كبيره ديال الهريسه، ومعلقه ديال الفلفل الاحمر او التحميره كما كنسميوها. هذا عندنا بذور خشخاش، وعندنا هنا الطحين تقريبا عندنا شي 700 غرام ديال الطحين على عين الميزان. كفانا الطحين، كفانا الطحين، هذاك الطحين اللي بغيناه هو هذاك، ما كفاناش الطحين غادي نزيدو ان شاء الله. وعندنا الماء بارد، يعني ما بين روبيني او نص صنبور. ندوزو على بركه الله. هاد الهريسه غنحتاجوها من بعد. تبعوا معايا، نبداو بهذا الشيء. بسم الله. ناخدو دانون مسوس، هاهو وزن 110 غرام. صافي نخلط هاد الخليط كامل. كيجيو هاد المملحات زوينين البنات. كنت جربت معاكم واحد المملحات، رجعتو الفيديو السابق، تاهما كليتهم بوحدها، قدرو ترجعو ليهم. صافي نبقى نزيد الطحين تدريجيا. تجمع ليا الطحين، سمحوا لي مشى لعبت ليا في الكاميرا. انا معاكم الفيلمي وهي كتلعب حدايا. غادي نزيد اخواني هذاك بذور الخشخاش. نزيد شويه ديال الماء، نشوف من بعد ما جمعت لنا العجين كما كتشوفوا. حتى جمعنا تقريبا الماء شي كاس ديال العنبه ديال الماء. غنقسموا العجين، غندير نص مالح ونص حار اللي كيفضل الهريسه. ما غاديش ندير ليه، ما غاديش ندير ليه الهريسه، غادي نديرو في بلاستيكه باش ما يضربوش البرد. كناخد الهريسه هنايا كيما وريتكم الناس اللي كيبغيو الهريسه. صافي كنبقى نديك ديال العجينه في الصفيره، نخليها الهريسه تشوفوا كيبغي الحار. نزيد
نتوما كما شفتوا عطاتنا هذا اللون هذا، دخلنا فيها الهريسه بدات عندنا حاره. تديروا القياس ديال الهريسه اللي بغيتوا، تقدر تديروا تقدر تنقصوا. كناخذوا الورقه ديال الزبده كنسبحوا العجين ديالنا بسم الله بحال هكا. كيتسرح معنا بسهوله. نتمنى من اخواني واخواتي يجربوها، راه دغيا كتوجد هاد المملحات، يعني نحيدو شويه العكيز راه دغيا دغيا متقوليش راه ما كتوجدش دغيا. تقريبا 10 دقايق غادي نبدا معاك. نحاولو نبسطو العجين باش يجينا رقيق ما يجيناش غليظ السمك ديالو، يعني السمك تصاوبي حاجه ديال الدار احسن بلا ما تشدك شي ديال الزنقه، يعني ما تنصحكش بيه. الحمد لله راه هادشي كلشي متوفر في البيت. كنحاول نربط من بعد ما ربطت العجين ديالي، يعني السمك ديالو كتكون تقريبا نص سنتيم، غادي نشكلها بهاد القطعة ديال البيتزا. بغيتو غلاط بغيتو رقاق على حسب الحجم اللي بغيتو نتوما. يعني شي حاجة كتجي في المضات زوينة هاد المملحات. كنعاود نرجعهم بحال هكا يعني بعد ما قطعت بحال هكا نعاود نمشي بحال هكا. يعني حتى في العجينة مساعدانا، يعني البنات جربوها ما غاديش تندموا، غيتنال الاعجاب ديالكم بزاف. يعني حاجة اقتصادية في الدار، الوليدات كيحماطو على هاد المملحات. يعني من بعد ما شفتو كنحطوها في الطاوة في اللاطة ديال الفران، كنكونو مسخنين الفران قبل على درجة الحرارة الفران 180 درجة، عفوا 150 درجة على كان ديال الضو، على عافية مهيلة. كان ديال الغاز كنشعلو غير عافية مهيلة، يعني على عافية مهيلة بزاف بحال راس الشمعة. كنشعلو لتحت كنطيبينا نهبطوها عاوتاني لتحت تحمر لينا. غندوزو الطريقة ديال المملحات اللي ما فيهمش الحار، خليكم معايا. نفس الطريقه اللي درنا في المملحات اللي حارين، غادي نبسطوا العجين ديالنا. هادو ما حارينش، هادو كلوبي، هادو مالحين يعني فرماج، درنا فيهم البذور الخشخاش عطينا واحد المنظر زوين. من بعد ما سرحنا كما كتشوفوا حتى هي غندير نفس الطريقه بسم الله، حتى هي نحطها بحال هكا. يعني هاد الطريقه زوينه البنات ديال، يعني بدون طابع كتستخدمي دغيا بالزربه توجدي مملحات زوينين. بنادم واخا الناس حتى هما اللي تيخدمو كيقولو راه ما غاديش نكونو مسالين. كنوجه تحيه لواحد الاخت خديجه فيما نقول ليها، ولا صافي دغيا كنجي كنجي عيانه كنكون خدامه. ها انت خديجه اختي راه ساهله دغيا دغيا توجد لك،
يعني تقدر تجي مع الستة السبعة انت صاوبتي الكعيكات او الطريشلات. كنوجه تحية لواحد الاخت خديجة في فرنسا كتقول لي كنبغي نخدم وما عنديش الوقت. الله يحسن العون اختي. المهم تنجيبو بياض البيض بحال هكا تنخلطو تندهنو الوجه ديال العجين. كما كتشوفوا غادي نديروا عليه الزنجلان الابيض او السمسم الابيض. كيف طحتيا انا بغيت نديرو فيكم ما ديروش ترميوه بحال هكا في الفران. بغيتو ديروه ديرو زينو بالسمسم او الزنجلان الابيض. صافي كما كتشوفوا كنديروها في اللاطه ديال الفران كتهز بسهولة إخواني أخواتي. كناخدو هاد السمسم الأبيض وكنرشو على عليها الجنجلان الأبيض. حنا كنحاولو نبسطو لإخواننا اللي كيدخلو يشاهدونا العرب باش هما يفهمو علينا. صافي إخواني أخواتي من بعد ما زينا هاد السمسم كنكون مشعلين الفران 150 تهوى درجة وكندخلوها كان الفران ديال الضو كندخلوها ليه طيب من الفوق ومن تحت. كان ديال الغاز كنطي نديرو عافية مهيلة بزاف وكنطيبوها تشعلو من تحت العافية ومن نحسو بها تحمرات نعاود نهبطوها لتحت تحمر من جوج جوين. وخليكم معايا حتى لآخر فيديو. من بعد إخواني أخواتي ما كملنا المملحات ديالنا هادو حارين كما كتشوفو خليت هاد وحده باش تشوفوا انت كتقطع بسهوله. وهادو المالحين اللي بالفرماج شوف كيفاش كيجيو كيجيو محمرين كما كتشوفوا ساهلين في دغيا كيوجدوا. نتمنى هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتشاركوا الفيديو مع الناس اللي كتعرفوا وتبارطاجيو وما تنساونيش دائما بلي لايك باش نزيد نعطي مجال جديد. ومبروك عواشركم باش ما تمنيتو ان شاء الله والله يحفظنا يا ربي ويبعد علينا هذا الوباء. وشكرا لكم. نتمنى الفيديو يكون خفيف ظريف عليكم. بصحتكم.